وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى حامد أوغلو. أهلا بك سيد مصطفى، كيف تقيمون التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي حول الانسحاب من سوريا، ومن هي الأطراف التي ستهتم بالأمر في سوريا على حد قوله؟ أولا مساء الخير لكم وللمستمعين الكرام. السياسة الأمريكية هي سياسة متذبذبة بشأن ما يحصل بسوريا صراحة، وليس جديدة هذه منذ 7 سنين، ولا يوجد هناك قرار واضح صراحة للسياسة الأمريكية. أيضا هناك عدة مراكز في أمريكا اليوم، هناك البيت الأبيض، وهناك الوزارة الخارجية، وهناك البنتاغون، وتعودنا على سماع تصريحات متضاربة. يعني امبارح عندما جاء هذا التصريح من الرئيس الأمريكي بأننا سننسحب قريبا جدا جدا من سوريا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية قالت لا نعلم بهذا الأمر، فهناك تضارب صراحة. نعم، يعني هل أنت ترجح السيناريو الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخروج من سوريا، أم كما قالت الخارجية الأمريكية بأنها لا علم لها، ويعني نعم هناك تذبذب نعم بالموضوع؟ أنا نعم هذا إذا ربطناه أيضا بالمكالمة الهاتفية التي حصلت بين الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي، والموقف الفرنسي الجديد الذي يعني أبدى نوع من أنه يريد أن يكون هو لاعب جديد في الساحة السورية. أيضا العرض الأمريكي على تركيا بأن يكون إدارة مندج مناصفة ما بين أمريكا وتركيا، كل هذه النقاط، كل هذه الأمور تجعل أن أمريكا لا تزال لا تملك سياسة واضحة تجاه سوريا، نعم. لكن يبدو أن هناك نوع من، على الأقل أنا برأيي أن أمريكا لم تتمسك بمنبج كما لم تتمسك بعفرين، وسيكون هناك انسحابا ربما يعني سينعكس وضع منبج بناء على هذه نعم، يعني هذا التصريحات. بالنسبة لمنبج خطوة الانسحاب الأمريكية إن تمت واضح. من سوريا، من هو المستفيد منها؟ وهل هو تخلي أمريكي عن قسد، يعني نتكلم عن كامل الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا؟ لا يمكن يعني البناء يعني اليوم تقييمات او تحليلات على بناء على هذا التصريح ما لم نرى يعني الفعل على ارض الواقع. نحن سمعنا ايضا تصريحات روسيه بانها ستنسحب من سوريا، او ستقلل يعني الجيش الروسي او العناصر الروسيه في سوريا، بينما راينا ان هناك يعني تصعيدا للهجوم وتدخل اكثر في سوريا، وهذا ما نشهده في الفتره الاخيره بالهجوم على الغوطه. لذلك يجب ان نرى النتائج وانعكاسات هذه التصريحات، هل هي تصريحات ارتجاليه من الرئيس الامريكي، ونحن نعلم ان هناك يعني ما يقارب 20 قاعده اليوم تقوم بانشائها امريكا في شرق سوريا، لمن ستترك هذه القواعد؟ من هو البديل؟ هذا يعني نعم، لا أحد يستطيع التنبؤ به، لكن أنا أريد أقول من يعني تركيا اليوم هي، وخاصة بعد عملية غصن الزيتون، هي الدولة الأقوى والموجودة على أرض الواقع نعم سيد والموجودة بشكل مصطفى، قوي، وأثبتت يعني مواقفها. وتصريحات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اعتراضا على عرض فرنسي بأن تكون فرنسا وسيطا ما بين الجيش التركي والميليشيات، هذا يجعل تركيا هي ربما الدولة الأقوى لأن تتواجد في الساحة السورية. نعم. أشكرك من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى حامد أوغلو.